النصيحة اللي توجهها للنجم بحجم محمد عبد المنعم؟ عبد المنعم في بعض الفترات كده بلغة الكورة لازم انزل تحت الكورة شوية، يعني ما ينفعش ابقى فوق الكورة، اتعالى على الكورة لان الكورة ملهاش كبير. فهنا ممكن لصغر سنه شوية دي بتاخده شوية، لان دي خطر جدا، لان هي شعرة بين ان انت ثقة في النفس وبين انت بتتعالى شوية. فممكن بتتعالى هتقرصك واحدة، هتديك واحدة، وهتديك واحدة هتضرك، هتأذيك. فأتمنى إن كل ما أنا راسي بتال، أنا عبد المنعم أحسن سيرد باك في مصر. خلاص عبد المنعم رقم واحد دلوقتي، رقم واحد في منتخب مصر وفي النادي الأهلي هو رقم واحد. أتمنى اللي إحنا بنتكلم فيه ده يكون عبد المنعم يعني مدركه. أنا أتمنى عشان نوعية عبد المنعم اللاعب اللي احترف في أكبر الأندية، لأنه اللاعب في المركز ده لعيب كورة، وصعب جدا تلاقي في مركز عبد المنعم لاعب كورة صح، يعرف يطلع بالكورة، يمتعك بالكورة، فده اللي احنا محتاجينه من عبد المنعم. بص يا سعيد، هو كمال الله واحد، بس عبد المنعم في كل مواصفات السرد باك الدولي، في سرد باك اللي هو اللي يحترف سهل جدا. يعني انا بشوف والله مش حاجه، انا عبد المنعم ده لعب في ريال مدريد سهل جدا. انا بقول لك عبد المنعم واحد يعني يلعب في اكبر الانديه سهل جدا، لكن هتديك طول ما انت تحتها، هتديك طول ما انت بتتواضع لها، هتديك طول ما انت مناخيرك مش فوق. فهنا دي اللي هتفرق معايا، يعني كل ما ربنا بيزيدك وبيديك لا تزداد تواضع حتى في ادائك عشان ما ياثرش عليك. فانا بشوف ان عبد المنعم اداؤه حتى مع النادي الاهلي الفتره الاخيره احسن حاجه، مع منتخب مصر احسن حاجه. اتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي لو في فرصه لعبد المنعم، لو النادي الاهلي هيستفاد عشان الكره المصريه تستفيد، عبد المنعم في اقرب فرصه يحترف. ده اللي انا اتمناه. طيب المركز ده على وجه التحديد بيحتاج للثبات في التشكيل عشان التفاعل.